The amended IHR shall enable member states to detect, prevent, and respond to public health emergencies and reduce the chance of pandemics. Collectively and equitably. And for enhanced international cooperation, the pandemic accord, a generational. تتوالى التحذيرات من الوباء القادم، كأنهم يبرمجون البشرية لتقبل الأمر عند وقوعه. فبين الفينة والأخرى تظهر تحذيرات، بل إنها تبدو كتهديدات، حيث أن أغلبهم يقولون بأنه إن تلتزم الدول بما تمليه عليهم منظمة الصحة العالمية فإنها لن تستطيع مواجهة الوباء القادم. وفي نهاية العام قبل الماضي حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من خطر وباء قادم قد لا يكون العالم مستعدا له، رغم الدرس اللي لمته البشرية من وباء فيروس كورونا الأخير. وقبل أيام حذرت منظمة الصحة العالمية من وباء قادم قد يظهر في أي لحظة، وأن على جميع الدول الاستعداد له. وقبل أيام أيضا ألقى وزير الصحة السعودي عبد الله عسيري خطابا في جنيف أمام الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وحذر فيه من الوباء القادم وضرورة الاستعداد له، وقال أن على جميع الدول التوقيع على اتفاقية معاهدة الوباء، حيث يتفق الجميع أن هناك وباء قادم وسيتسبب في تقييد الحريات الفردية تماما كما حصل مع فيروس كورونا. لنشاهد الفيديو معا. The amended IHR shall enable member states to detect, prevent and respond to public health emergencies and reduce the chance of pandemics. The world, however, requires a different level of legal mandates, such as the pandemic treaty, to navigate through a particular pandemic, should one occur, and it will. Prioritizing actions that may restrict individual liberties, mandating and sharing of information, knowledge and resources, and most importantly, providing fund for pandemic control efforts are all necessary during a pandemic. The means to carry out these actions are simply not currently at hand. مدير منظمة الصحة العالمية أيضا تكلم مهددا إذا لم تلتزم الدول بمعاهدة منظمة الصحة العالمية التي تمنح المنظمة التدخل في شؤون الدول بالإجبار على اللقاحات والحظر وإلى آخره، فلن تكونوا مستعدين للوباء القادم والذي سوف يأتي لا محالة. لنشاهد الفيديو. We cannot kick this can down the road. If we do not make the changes that must be made, then who will? And if we do not make them now, and when? When the next pandemic comes knocking, and it will, we must be ready to answer decisively, collectively, and equitably. And for enhanced international cooperation, the pandemic accord, a generational commitment that we will not go back to the old cycle of panic and neglect that left our world vulnerable, but move forward with a shared commitment to meet shared threats with a shared response. That's why we say the pandemic accord is a generational agreement. A commitment from this generation is important because it's this generation that experiences how awful. كما نرى هناك دعوة للتوقيع على اتفاقيات والتزامات تتعلق بالاستعداد للوباء القادم، ما يعني أنهم يخفون شيئا ما. كيف لهم أن يتحدثوا عن اقتراب وقوع حدث كبير كهذا إلا إذا كانت لهم أيدي فيه؟ فهم يتكلمون بثقة عالية. كما ترون السيد عسيري ومدير المنظمة العالمية قالوا إنه سيأتي، أي أنهم متأكدون من قدوم هذا الوباء، كما أنهم قاموا بعمل اتفاقيات حول ما ستقوم له الدول عند بدء هذا الحدث. ويبقى السؤال، أي بنود تحتويه هذه الاتفاقيات؟ وإلى أي حد تقيد هذه الاتفاقيات حرياتنا؟ وهل من بين هذه البنود أن تكون اللقاحات إجبارية؟ الكثير من الأسئلة والكثير من الغموض حول ما يحاولون الوصول إليه. وقبل أيام عزيز المشاهد جاءت أخبار غير سارة من الصين،
حيث قيل أن هناك موجة جديدة من كورونا ستصل الإصابات فيها إلى 65 مليون مصاب أسبوعيا. وقالت مجلة تايم إن مسؤولي الصحة في الصين يحاولون التقليل من خطورة موجة انتشار فيروس كورونا في البلاد. ورجح بعض العلماء أن يكون السكان قد حصلوا على بعض المناعة من الموجة السابقة، إذ أصبح سكان الصين قادرين على التعايش مع الفيروس، بينما أشار آخرون إلى أن الموجة الجديدة يمكن أن تختبر فعالية لقاحات الصين. وحذر علماء أوبئة من أن استمرار انتشار كورونا في الصين إلى جانب ضعف المناعة العامة يزيد من إمكانية ظهور متغير فرعي جديد أكثر خطورة، رغم أن الاحتمال أقل بكثير الآن، لأن الطفرات الأخيرة لم تختلف كثيرا في التركيب الجيني عن بديل أوميكرون. ونبه علماء إلى أن العامل الذي يمكن أن يؤثر على توقعات مستقبل الوباء بالنسبة للصين هو استعدادها لتبادل المعلومات، وسط تشكيك الباحثين بالأرقام الرسمية التي تعلن عنها الحكومة الصينية للمصابين بكورونا. وأكد العلماء أن البيانات المتعلقة بانتشار وتأثير كوفيد 19 لن تكون مفيدة إلا إذا تمت مشاركتها مع الآخرين على منصة عالمية، حتى تتمكن البلدان من إجراء تقييم المخاطر الخاصة بها، خاصة أن الأمراض المعدية لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا أحد بأمان حتى يصبح كل منا جاهزا وآمنا. وفي خبر جديد يعيد قضية أصل الفيروس التاجي إلى الواجهة، قال عالم صيني حكومي سابق إنه لا يجب استبعاد احتمالية تسرب فيروس كورونا من معمل. وتعد وجهة نظر عالم الفيروسات والمناعة جورج جاو متناقضة تماما مع رأي الحكومة الصينية التي استبعدت أن يكون معمل في مدينة ووهان هو مصدر الفيروس. وذكرت وكالة بي اي ميديا البريطانية أن جاو المدير السابق لمركز السيطرة على الأمراض في الصين قال لبودكاست راديو 4 لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: يمكن دائما الاشتباه في أي شيء، هذا هو العلم، لا يتم استبعاد أي شيء. ويشغل جاو حاليا منصب نائب رئيس مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية بالصين بعد تقاعده من مركز السيطرة على الأمراض في الصين العام الماضي، حيث قام بدور الرئيسي لمواجهة الجائحة وجهود تعقب من أين جاء الفيروس. وقالت السفارة الصينية في بريطانيا لبي بي سي: ما يطلق عليه تسرب معملي مجرد أكذوبة أطلقتها قوى معادية للصين، هذه الكذبة ذات دوافع سياسية وليس لها أساسا علميا. في النهاية هناك شيء ما يطبخ على نار هادئة، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. دمتم بخير وإلى اللقاء.